سوف أكون متسرعا إذا قلت أن أي منها ستكون سباقة، ولكن كل هذه الركائز مهمة جدا. هناك مناطق عديدة للابتكار والاستثمار التي نحتاجها هنا. الاقتصاد يحتاجها للنمو والازدهار، وكل هذه المنصات التي تحدثنا عنها هي من أهمية بمكان، وهي مرتكز أساسي لتطوير الاقتصاد الرقم. نحن في STC نحن نعمل بنشاط في على جميع هذه الجبهات، ولدينا الاستراتيجيات المناسبة، ونستثمر بثقل في هذا الأمر، ونحن نحاول تحقيق متطلبات هذه التقنيات، ونتأكد أن نمكن شركائنا والنظم البيئية واللاعبين فيها الرئيسيين فيها لتحقيق أهدافهم. إذن أعتقد أن الذكاء الاصطناعي عليه طلب عالي جدا، وأعتقد أن الإنترنت الأشياء هناك طلب عالي جدا عليها، وأيضا هناك حالات عديدة ارتأيناها للتنظيم قدما في المدن الذكية. هذه تقنيات نعتقد أن الدولة تحتاجها، ليست للاستخدام الداخلي فقط، ولكن حتى للمنافسة على المستوى العالمي. إن الهدف هو أن نكون رواد على المستوى العالمي من وجهة نظر اقتصادية، وأعتقد أننا جميعا نقوم بتحقيق هذا الأمر.